اليوم يا شباب إلكن عندي خبرين، خبر حلو وخبر سيء. أول شي خلينا نحكي عن الخبر الحلو. الخبر الحلو إنه شركة إيبك جيمز نزلت رأسة جديدة باسم النشاط، رح تتوفر معنا يوم 29 و30 سبعة، يعني 29 و30 يوليو، بشكل مجاني. كل عليك إنك أنت تحضر حفل بالبارتي رويال لحتى تقدر تحصلها، أو مود الحفلات يوم 29 و30. الرأسة حلوة جدا مثل مظاهر أمامك. وكمان في الخبر السيء الثاني اللي هو السيارات، تم تأجيل إطلاقها لعدة أسابيع وليس لعدة أيام. تم تأجيل السيارات لعدة أسابيع من شركة فورتنايت من قبل شركة نو سويت انشورس اللي هي شركة التأمينات الخاصة بفورتنايت. فبتعرف شو لازم، سبسكرايب كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 ولايك وكومنت حلو برأيك، رأيك بيهمني جدا. ويلا مع بعض، فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. هلا اول شيء خلينا نبلش بالخبر الحلو، لانه الخبر السيء جدا سيء فما حلو ابدا رح يزعج الناس كتير. فهلا خلينا نفوت بالخبر الحلو يلي هي رأسة النشاط المجانية القادمة من شركة ايبك. كلياتنا بنعرف الاحداث اللي صارت بامريكا مشان الناس السمر، يعني صار احداث كتير من ورا هالقصة. تم تصميم رأسة جديدة من قبل واحد اسمه ميشيل على التيك توك، هو شخص اسمر. هذا الشخص صمم هاي الرأسة واعطاها لايبك جيمز، قال له انه نزلوها وهيك وهيك وهيك. قام شركة ايبك جيمز نزلتها، بس نزلتها بشكل مجاني يلي هي رح تكون انك انت تفوت تحضر العرض الخاص ببارتي رويال اللي هو مود الحفلات، تنزل تحضر الحفل اللي باسم ويذا بيبول، يعني احنا بشر فورتنايت، يوم 29 يوم 30 يوليو راح تحصل على هاي الرقصه المجانيه. مثل ما واضح امامك هون، مثل ما مكتوب عن شركه ايبك جيمز موقع رسمي بالخط الاحمر، قم بتسجيل الدخول على فورتنايت من يوم 28 يوليو الساعه 3 فجرا بتوقيت الرياض، يعني هو توقيت السعوديه نفسه، حتى يوم 30 يوليو الساعه 3 فجرا بتوقيت الرياض للحصول على الرقصه مجانا. هلا بقى صار دوري انه انا احكي مو شركة ايبك جيمز. يا شباب شركة ايبك جيمز احيانا عم تنصرع وعم تعمل اشياء ما عم تعطيك اياها، يعني ممكن انك انت صح ما تحضر الحفل، تحمل لوج ان وتاخذ الرأسة او ما تاخذ الرأسة. هي الشركة وعدتنا انك انت مجرد ما تعمل لوج ان او تدخل على اللعبة من يوم 29 لغاية يوم 31 رح تحصل هاي الرأسة. بس انا عم اقول لك بالنسبة الي يا شباب، فهي شركة فورتنايت عملت انك انت مجرد ما تفوت على اللعبة من يوم 28 يوليو حتى يوم 30 رح تحصل الرأسة بشكل مجاني. بس انا بقول لك من عندي، حاول احضر الحفل مشان ما يروح عليك. هلا بالنسبة للحفل يا شباب، الحفل ببلش معنا يوم 29، يعني يوم 28 بيقلب النهار ليوم 29 بعد منتصف الليل، هيك بقى بفوت عنا الحفل. الحفل اللي هيكون بتوقيت السعودية الساعة 2 فجرا وبتوقيت مصر الساعة 1 فجرا. بس انا رح اعطيك الزبدة من هذا الموضوع، مجرد ما انت يقلب عندك ايتم شوب يوم 29، يعني انت لو كنت ساكن بالمريخ مثلا، بالمريخ عندك كود الايتم شوب او الايتم شوب عفوا بشكل عام بتغير الساعة 5 الفجر. 5 الفجر يا شباب انت كل عليك انك انت تفوت على اللعبة وتحضر الحفل الساعة 4 الفجر، يعني قبل تغيير الايتم شوب بساعة واحدة ببلش معنا الحفل، بتعمل لوجين وبتفوت تحضر هذا الحفل ومبروك عليك الرأسة، خلصت الموضوع. هذا هو بالنسبة للرأسة يا شباب. انا بالنسبة لي لحاول احضر الحفلة، انه شركة فورتنايت احيانا تنصرع وبتجن وما بتعطينا بعض الاشياء، فانا رح احضر الحفل. بالنسبة انا عندي كتوقيت مصر مثلا يوم 29 لما يقلب اليوم الساعة 1 فجرا بتوقيت مصر، يعني الايتم شوب عندي بتغير الساعة 2 الفجر، انا بحضر الحفلة 1 الفجر وهيك تمام لحد الان. بالسعودية الايتم شوب بيتغير الساعة 3 الفجر، الحفل ببلش معنا الساعة 2 فجرا. قبل تغيير ايتم شوب بساعة ببلش الحفل يوم 29 وقت يقلب النهار بعد منتصف الليل، وهيك مبروك عليك الرأسة. انا بعرف اني شرحت كتير وناس رح تقول لي انت حكيت كتير، بس انا حابب اوضح الموضوع اكتر واكتر لحتى تحصل هاي الرأسة المجانية. هاي الرأسة يا شباب رح تكون باسم رأسة النشاط، هاي الرأسة صممها واحد اسمه ميشيل مثل مظهر امامك على التيك توك، هو اللي عم يرقصها بشركة فورتنايت اخذتها منه وحطتها على برنامج ذا بيبول او وي بيبول، يعني انه نحن بشر يعني بشكل عام، وخلص هيك الموضوع. هلا بقى خلينا نفوت لشو يا حذركم، خلينا نفوت بالنسبه للسياره. السيارات نزلت فورتنايت على حساباتها على السوشيال ميديا انه شركة التأمينات الخاصة فيها نو سويت انشورس اللي احنا بنعرفها كلياتها باللعبة، هاي الشركة يا شباب اللي ما بيعرفها رح اشرح لك عليها بشكل بسيط، هاي الشركة بتروح بتساعد الاماكن او بتعمل تأمينات للاماكن، مجرد ما يصير لها ضرر هاي الشركة بتتولى اصلاحها مجانا، هيك على الاساس يعني اللي احنا بداخل اللعبة او عالم اللعبة. فهي الشركة امنت على منطقة بليزنت بارك وامنت على منطقة سويتي، وبعد ما صار الفيضان من ايام السيزون الثاني للسيزون الثالث
وقت صار عندنا الفيضان بالسيزون الثالث شابتر 2، هاي الشركة أمنت المنازل ورفعتها عن المي. لو أنتوا لاحظتوا هذا الشيء ببليزنت ولاحظتوا هذا الشيء بسويتي اللي هي منطقة الشاطئ، رفعت البيوت ورفعت البنايات عن المي يعني أمنتها، لأنه قبل كان في لوحة مكتوبة عليها نو سويت انشورس يعني تحت التأمينات أو خاصة بشركة التأمينات. فلا شركة التأمينات شو عملت معنا يا شباب؟ بتقلك شركة التأمينات إنه صار حادث بسيط لا داعي للقلق. أوه ما في داعي أبدا للقلق، نفذ البنزين عنا، مدري شو عم يكتبوا، اللي عم يكتب مصري على فصحى مدري شو، ما عم بفهم شلون الكتابة. فالمهم كتب انه اوعى تقلق وامهلونا بضع الاسابيع حتى تكون جاهز السيارة، ويعمل محامونا حاليا على تفاصيل البوليسة التأمين واصلاح بعض الاخطاء الاملائية، لذلك قمنا بجمع العديد من السيارات للمعاينة، مثل ما لاحظنا بمنطقة ريسكي، مثل ما لاحظنا بمنطقة سويتي تحت عند الكراج، بمنطقة ليزي، بكل مكان السيارات انشالت او بضع السيارات انشالت مو كلياتها. هاي الشركة عم تلم السيارات يا شباب مشان تعمل لها معاينة على اساس تاخذها للمرور تعمل لها معاينة. انا شركة فورتنايت شو هالسلبة اللي عم تعملها؟ عم تضحك على الناس، يعني ما كنت افهم شو هالفكرة هي اللي عم تعملها. فهي الفكرة تبع نو سويت انشورس تبع التأمينات، شركة التأمينات صار عندها بعض الاغلاط الاملائية على قولتهم وعم يعالجوا الموضوع، ولكن امهلونا بضع الاسابيع حتى نكون جاهزين، يعني قصدهم مشان السيارات امهلوهم بعض الاسابيع حتى تكون جاهزين، يعني السيارات ما حتكون جاهزة معنا غير لبعض بضع اسابيع، هيك شركة فورتنايت بتقول. ومثل ما حكينا عن موضوع السيارات رح احكي لكم كمان كيف رح يكون شكل تعبئة البنزين، شكل تعبئة البنزين او لما تفول السيارة بنزين مثل مظهر امامك بالانيميشن الخاص بهذا الشيء، هيك رح يكون الشكل، مجرد ما انك انت تاخذ الجالون الخاص بالبنزين او تروح عند الكازيه تعبي بنزين، هيك رح يكون شكل الانيميشن انت عم تعبي بنزين للسياره تبعك. تمام، لحد الان هيك احنا بنكون حكينا كل شيء عن الرأسه وعن السيارات، وتم تاجيل السيارات لبضع اسابيع، ومثل ما بنعرف شركة فورتنايت رح تخلص السيزون 3 شابتر 2 بعد 32 يوم او 33 يوم بالضبط، فممكن يتأجل بضع اسابيع يعني اسبوعين ثلاثة ما بيصفى شيء لنهاية السيزون، وبيقولوا لك او ماي جاد السيارات شيء اساسي بهذا السيزون، فلا خلص احنا رح نأجل هذا السيزون شوي مشان الناس تستمتع بالسيارات. خلص انا عرفت يا فورتنايت، الوضع صار بسيط جدا ومعروف ومكشوف عند الناس كلياته. هيك اللي احنا حكينا عن السيارات وعن الرأسة المجانية. اي شيء محتاجه تحت اكتب لي بالتعليقات، انا براجع كل التعليقات. بتمنى يكون عجبك هذا الفيديو، لا تنسى كل دعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله. روحوا 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 انت شو خلاص بقى يا عم، خد الماكس اللي معايا على الاقل، خد الماكس. انا معرف كل حاجه، انا فاكر ايه ده صح، خد الماكس يا ابني، مش هتلحق يا ابني، معاه شجر يا عم. عامل شبابيك ضمني يا ابني، حطوا لانش واهربوا يا جدعان الزون، سيبوني. ابني توب ابني توب ابني توب ابني توب ابني حبيبي، ما انت معاك يا ابوي، ده ابوك يا عم، ده ابوك ابوك فاضي، بتقول ما ده ماله في التاني يا اخي، انتوا عيال برده. ببدا اقول لك ادي السياج مدفع مدفع عشان هو اللي هيعيش. ده انتوا عيال برده. ادي يا عم الفياز يا عم 500 حديد خشب اي حاجه عشان هو اللي هيعيش. مش هيقول له قول له، ما خلاص ترن انت بقى يا لعن. اطلع اوعى اوعى اوعى، شفت وليدتك واحد ايش واحد نوك عند نعيم، لا هذا بيسال بيفول. اذا بتحاول طيب ولا اذا بتحاول تهرب فنشه وخد لوت للطلق ودي له مات، اهم حاجه مات. ولا خلي شغله طول، خلي شغله طول. يا لهوي اشرب مني، اديله مني يا خد محمود.
يا ابني هيكسر عليك يا ابني هديك ربنا. بس محمود راح يجيب اسبان معانا اسبان معانا. يا ابن اللعيبه